أحبابنا في كل مكان، مرحب بكم ولازلنا معاكم في هذه المساحة الصباحية، ونحن يعني لازلنا في رحاب الاحتفال والاحتفال بيوم عاشوراء. ومن خلال هذه المساحة حنحاول نزيد معلوماتنا ووعينا وتكون تذكرة لنا ولكل المشاهدين حول هذا اليوم وأهميته ودلالاته والقيم المرتبطة بهذا اليوم. وللحديث عن هذا يعني هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء، سعيدينكم معنا داخل الاستوديو السيد حامد عبد الرحمن والشيخ حامد عبد الرحمن الحبدابي، وهو عضو هيئة علماء السودان وعضو المجلس الأعلى للذكر والذاكرين، أيضا عضو المجلس الأعلى للطوقة الصوفية والأمين العام لمنظمة دلائل الخيرات للعلوم بالسودان. وايضا سعيدينكم معنا داخل الاستديو المنشد ابو بكر عبد الرحمن الحبر، مرحبا بكم وصباح الخير. مرحبا، جزاكم الله خير. السلام عليكم مره ثانيه، وكل عام والامه الاسلاميه بالف خير. فضيله الشيخ، خلينا نتكلم عن عاشوراء نفسه كيوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، وبعد. الحديث عندما يكون عن عاشوراء يعنى به عشرة من المحرم من كل عام، وهذا اليوم يوم عظيم جدا احتفلت به كل الأديان، وهو قديم جدا من نزول أبينا آدم إلى الأرض ونزول سيدنا نوح من السفينة التي طافت الأرض واستغرقت زمنا، وكان نزولها في عاشوراء. نعم. وفي نجاة إبراهيم لما جمع له قومه الحطب وأرادوا أن يلقوه فيه، كان ذلك في يوم عاشوراء، فنجاه الله تعالى من كيده. نعم. ومن نجاة موسى الكليم عليه السلام عندما أراد أن يعبر البحر ببني إسرائيل، فأعطاه الله تعالى معجزة شق البحر. نعم. فخرج بقومه سالما إلى الشق الآخر من البحر، كان ذلك في يوم عاشوراء. نعم. ويوم عاشوراء يعني كانت تصومه العرب في الجاهلية، وكانوا يصومه اليهود والنصارى. نعم. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته الشريفة قبل أن يشرع له بقية الأحكام من صيام وغيره، أيوة، لم يخرج من مكة إلا بركنين من أركان الإسلام، شهادة التوحيد والصلاة. كل العبادات الأخرى تمت في المدينة، لأن العبادة مغرونة بالتمكين. نعم. ومغرون بالدولة. صحيح. مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة الجماعة، هذه يعني تقوية لشعار الدين، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا عاقبة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر جاء وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال معشر اليهود لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وآباءنا وأهلك فرعون وقومه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فكل الأنبياء يجتمعون على توحيد الله. صحيح. وتختلف الشرائع حسب الأمم وحسب الوحي الذي ينزل من الله. صحيح. والعقيدة واحدة، عقيدة التوحيد. أيوة. نعم. طيب يا شيخنا، يعني هنالك يعني الكثير من يعني خلينا نقول المعلومات المغلوطة حول هذا اليوم، تختلف الشعوب حتى الإسلامية في اختلاف احتفاء بهذا اليوم، وبعضهم يدخل بعض العادات وبعضهم يدخل بعض الأشياء الاجتماعية، فبيبقى السؤال: كيفية الاحتفال الصحيحة والاحتفاء الصحيحة بيوم عاشوراء؟ ماذا يفعل المسلم في هذا اليوم؟ أيوة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جاء وراء اليهود يصومون. نعم. وكانوا يصومون يوما واحدا،
قال لئن عشت إلى الغابل لا صومن يوما قبله ويوما بعده بالإضافة إليه. وهذا طبعا كان قبل صيام رمضان، وكان يصوم حتى الأطفال الصغار ويشغلوهم باللعب والدمي. ولما جاء رمضان نسخ إيجاب عاشراء وأصبح مستحب. ورسول صلى الله عليه وسلم يعني على حسب الأحاديث قوة وضعفا، والحديث الضعيف عندنا وعند علماء أهل الحديث يعني يجوز الأخذ به في 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 يعني الأمور التي ليست هي من الحدود أو الأشياء الزيدية، يعني في الفضائل، في فضائل الأعمال، ويجوز في النغائب أيضا. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر في عاشوراء بأشياء، يأمر بالصيام وهذه أقوى سنة وردت عنه. وبعدين وجد في كتب الفقه مثلا زي الشيخ في كتاب الشيخ ابن عاشر وهو من فقه المالكية على أنه هنالك سنن تستحب في عاشوراء، منها قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة، ومنها يعني المس على رأس اليتيم والتصدق عليه ليتذكر الناس الموت، ومنها زيارة العلماء في هذا اليوم وإكرام أهل العلم وهكذا. وهذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء تتفاوت ما بين الاستحباب وبين السنية. ما بين السنية، نعم. احنا هنعود إن شاء الله لهذه المحاور ونجيف أكثر في السنن والأشياء المحبب فعلها في هذا اليوم إن شاء الله، نأكد عليها وعلى كل المشاهدين. لكن هسه ننتقل للمنشد أبو بكر عبد الله حبر، مرحب بك، وبرضه بيقول لك كل سنة وأنت طيب وسعيدين بوجودك معنا في هذه المساحة. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كل عام وأنتم بخير، والشعب السوداني والأمة الإسلامية بخير في هذا اليوم العظيم، وربنا يفرج الأزمات. آمين يا رب. ويعدنا بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، من خلالك كمان يا ريت نقدم مدحة نهديها لكل المشاهدين ونشاركهم بها هذه الأجواء يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه من خلاله كما ذكرت يفرج كل الغمم ويصلح الأحوال بإذن الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. أهذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والمقام يطول. أهذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل.
هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيه إذا الحبيب يقيل هذا غضيب النخل لما هزه فإذا الغضيب مهند مسلول أهذا غضيب النخل لما هزه فإذا الغضيب مهند مسلول هذا الغزالة كلمته وسلمت وكذا البعير أتاه وهو ذليل يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثوابا بالمديح جزيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا للمنشد أبو بكر عبد الله الحبر. حنرجع لك أكيد مرة ثانية. فضيلة الشيخ حامد تكلمنا قبل شوية عن عاشوراء والمقصود بيوم عاشوراء، لكن ليه سمي عاشوراء بالاسم ده؟ ما هو يوم عشرة في شهر عشرة ولذلك نسب إلى الرقم عشرة. نعم. وبعدين هذا اليوم يعني نحن من الصغر طفولة الناس كان عندهم يعني مستند من الدين في الاحتفال بهذا اليوم. نعم. من أهم الأشياء بالنسبة للأطفال كان هنالك ما يسمى بيوم التوسعة. صح. نعم. والحديث يقول من وسع لعياله في هذه الليلة وسع الله له في سائر عامه. يا سلام، سبحان الله. كنا نحن صغار لما يجي عاشوراء نسأل أبانا أقول لهم التوسعة لليوم التوسعة الآن فيها أكلة. يا سلام يا سلام، يعني الواحد يضيف لأولاده أكلة دسمة للارتباط بهذه المناسبة السعيدة. يا سلام، وده نوع من التربية الحميدة إنك أنت يعني الاحتفال بالأيام الفاضلة. يا سلام. وكثير من أخواننا الفقهاء يتشددون يقولوا لماذا تأتون بهذه الأحاديث الضعيفة وتروجون لها؟ نعم. الأحاديث الضعيفة ما كلها شر، وهنالك شروط للعلماء أن الحديث الضعيف يعني ما لم يشتد ضعفه. نعم. أو يخالف ما هو ثابت. نعم. وصحيح. أما ما كان في سوى ذلك ففيه مندوحة. نعم. يعني مثلا في موضوع التوسعة ده فضلت الشيخ أنت بتربط الأطفال باليوم ده. نعم. وزي ما سي هو مربوط بك وإنت في ذاكرتك أكيد حيكون في ذكرى كل الأطفال. أيوة. وارتبطوا دينيا بكل القيم المربوطة بعاشوراء. آه. وبكل الأيام الغير عاشوراء. أيوة. وبعدين كمان عندنا حاجة اللي هي أنه التواصل بين الأجيال. صحيح. عشان الأب طبعا بيكون أكبر سنا، وبعدين عنده من الأطفال من هم أبناء ومن هم أحفاد. أيوة. صحيح. لما تربطهم بحاجة جميلة زي دي لما يكونوا صغار بيفكروا في التوسعة عندما فيها ملاء البطول. صحيح. معاني لكن بعد شوية لما يكبروا زي حكايتكم دي
بيجي ينظروا إني من الأشياء اللي حتكون في عاشوراء شنو الأهم الأشياء فيها التوسعة العيال. لكن من البداية إحنا نضع خصوصية لهذا اليوم، هم بيفهموها بلغتهم أيوة. بالأشياء المحببة لهم أيوة. وسبحان الله ده من 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 التغيير والتمييز والتنوع في خطاب الدين، إنه بيوجه رسالة لكل فئة. مسح رأس اليتيم يا سلام هذا صحيح. اليوم صحيح. ومعنى مسح رأس اليتيم فيه معنيين. نعم. الأول إحسان للأيتام. نعم. ومساعدتهم. الثاني بمسحك على رأس اليتيم تتذكر أنك تمضي من الدنيا أن تترك عيالك من بعدك. يا سلام صحيح. عشان يتلطف الناس بهم. صحيح. وثانيا ذاته لنذكر الموت، لأنه كثير منا غايب في معترك الحياة. صحيح. لا يذكر الموت. صحيح. دي كلها معاني ودلالات مهم إنه نعيش بها هذا اليوم، يوم عاشوراء، ونحن في إطار هذه التوسعة، في توسعة الروح والمعاني والقيم اللي انت هديتنا لها كمان قبل قليل أخونا أبو بكر عبد الله الحبر. خلينا معاك أيضا نهدي منشودة لكل اللي بيتابعونا الآن أو مدحة. ما العز إلا للمدينة وحدها مأوى الرسول ومهبط الأملاك. علقت آمالي بها فتنزل الطوع المنى من هامة الأفلاك. ذو العرش عظم قدرها وأجلها من أجل ساكنها الكريم الزاكي. لولا شفيع المذنبين بها لما عكفت عليها العالمون أبواكي، ولما جس الملك المعظم قدره بترابها متضرعا لأوشاكي. يا نفس من لي أن أزور ضريحها لتقر من أنواره عيناك، وأمرق الخدين في حصبائها ويشرف الترب المطهر فاك. لو لم تكوني في الكتاب سعيدة يا نفس لم تصلي إلى الشباك، ولما أمنت من الحساب وهوله ومن العقاب ومن شديد هلاك. لك يا مدينة، لك يا مدينة في الجوانح صورة جلت القلوب لنا بها مرآك. أهوى قبابك والجبال وسيما أحد وماءك والثرى وهواك. سبحان من جعل النبي محمدا قمرا منيرا في سماء علاك. كنت سعودا وكان بدرا كاملا نزل السعود ولم يزل بفناك. وحشوت أحشائي بخالص حبه بشراك، أحشائي به بشراك. وحشوت أحشائي بخالص حبه بشراك، أحشائي به بشراك. الأزهري حظوظه موفورة أمسى سميرا شاديا بغناك. بعد الصلاة على النبي محمد ما زالت روي ديمة جرعاك.
بعد الصلاة على النبي محمد ما زالت رديمة جرعاك صلى الله عليه وسلم. تم التسليم. ربنا إن شاء الله يوعدنا وإياكم والمشاهدين بزيارة المدينة مرة واثنين وثلاثة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ خلينا نتكلم عن الزول اللي بيصوم عاشوراء ده، أجره شنو عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ده كلام جميل جدا، لأنه إذا كان أمر بالصيام في مناسبة فاضلة فما هو الثواب الذي يعد له؟ صحيح. بنجي كده نقارن بين اثنين، يوم عرفات ويوم عاشوراء، وبعدين نبين ارتباط النبي بالأنبياء قبله. نعم عليه الصلاة والسلام. والفرح والاهتمام بالمناسبات الفاضلة في عمر الأمم. نعم. وهذا يدعونا نحن أيضا لنفرح بالمناسبات السارة في ديننا. نعم. بدون تنصيص. نعم. لأن الفرح ما ممنوع. صحيح. قل بفضل الله وبرحمته فليفرح. فليفرح هو خير. نعم. ما يجمعون. نعم. فإذا احتفلنا بالمولد النبوي الشريف أو احتفلنا بالهجرة أو بالإسراء والمعراج ليست بمعنى أنها أعياد، ولكن مناسبات سارة. نعم. ربنا قال لموسى ذكرهم بأيام الله، منها يوم عاشوراء. يا سلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم السلام. في دينه كرم مناسبات من ضمنها يوم عرفة. نعم. قال يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. آتية. نعم. لما جاء عند عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر الذنوب سنة ماضية. وأن من أقام ليلة عاشوراء غفر له. يا سلام. ومن صامها أعطي ثواب عام كامل. وده حافز كبير جدا جدا. صحيح. وبعدين قارن العلماء قال لماذا قال النبي في يوم عرفة ذنوب سنتين وقال في عاشوراء ذنوب سنة واحدة. يوم عاشوراء كان مناسبته الاحتفال بموسى وقومه في النجاة من الغرق وهلاك فرعون. نعم. وهذا يوم موسوي. وأما يوم عرفة فهو يوم محمدي. نعم. فيه فرح الأمة والتغاء في المؤتمر الأكبر في الحج. في الحج. نعم. ولذلك كان صيامه بالمشاركة الوجدانية مع الأمة في غير الوقوف في المشاعر، يعني الناس هناك واقفين في المشاعر ونحن هنا نصوم. يا سلام. فرحا بهذا اليوم تجتمع الأمة وجدانيا. نعم. على هذا اليوم القيم وهو المؤتمر الأول الذي سنه. نعم. الإسلام. أيوة. للمسلمين ليلتقوا فيه. نعم. والله دي كلها رسائل عظيمة، ونحن يعني نتمنى إنها كلها وصلت للمشاهدين زي ما نحن استلمناها بالمحبة اللي أنت نقلتها لنا، ونحن حقيقة بنشكركم على وجودكم معنا، وده كان سهمنا في قناة الشروق إنه نحاول نوصل هذه المحبة من أهلها. جميل. وارتباطه بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالأحاديث والدلالات اللي أكدت على الصوم وأكدت على القيم والمعاني والدلالات اللي احنا محتاجين نعيشها في هذه الأيام، أيام الله كما ذكرت. احنا بنشكرك الشيخ حامد عبد الرحمن الحمدابي، وأنت عضو هيئة علماء السودان وعضو المجلس الأعلى للذكر والذاكرين، وسعيدين أيضا كنا بوجودك معانا المنشدة وبكر عبد الله الحبير. شكرا جزيلا لوجودكم معانا. بارك الله فيكم، ونحن ممنونين جدا مرتاحين ندخل يعني معاغل الشروق. يا سلام. شكرا كنا جزيلا. كنا نسمع بالشروق ولكن الآن أشرق بنا الصباح ونحن في رحاب الشروق. بيتكم إن شاء الله. زارتنا البركة فضيلة بارك الشيخ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك خليك معنا فضيلة الشيخ منشد أبو بكر، كل سنة وإنت طيب مرة تانية، وكتر خيرك على وجودك معنا. لو في أي تحية دار توصيلها قبل ما نسمع الإرشاد الأخير. كل سنة وإنتوا طيبين جميعا، وأوصل التحية لأحباب النبي ولا أخص بها فردا، لكل من له اتصال روحي بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج البلاد أو داخل البلاد. يا سلام. الله يبارك. يا نسيم يومات يا أبقى بريد، كل ما تمشي جيب لي من خبر جريد، سببا يخلف كاري دي مشريدة، قلبي يحن إلى أرض الحجاز بريد.
وبلدا فيها ياسين ابن عبد الله جاي العقل فيها وديم بيها بلاهي حبها لي آمر في فؤاد وناهي أهو الخلاني ينطق بالجواهر فاهي يا بلد الرسول فوقك بجر الغافية يا وطن الرجال أهل السرير الصافية ولي قلب الثقيم فض نظرة منك شافية ده شوقي عليك زي شوق المريض للعافية وقسما بمناها وكعبة واركانا والقبة بتتمنى السرية مكان وغاية قصدي زورا وابقى من سكانا لكن المقادير بالقيود ما الكان مغرم بيها من ايام قراية لوحي ما لقيت لي دوايا بيه أشفي جروحي وغير يا نفسي ترحلي للحجاز تروحي واكرف من صبا طيب بينعش روحي مشتاق لي هواها ولي زلالة بيارة أهلا في الزمان لم تنمر بديارة ما بتنفع معايا الباخرة والسيارة ومستعجل بدور امشي لبي طيارة ونيت يا روح جاور كل حين امشي له والزم بابه بالحال العلي اشكي له وين المسلو رحم الضعيف يرتيله والمسكين بيلزم حمله منه شيله أبكي وأقول له جيت يا سيد مضر وكنانا خايف من لهيب نارا يوج دخانا دايرك ساعة الأعمال يقيف ميزانا تلزم لي صحايفا بالذنوب مليانا وعش ما فيك جيتك يا حبيب مولاك لا مستجير بالزهر بترجاك قول لي يا جن الفراش بنتولاك أنت معانا في الدارين ونحن معاك رضوان الإله يشمل جميع أصحابه صلى والسلام دائما يلازم بابه بيعدي الهموم عند المعاد جنابه يوم الآخر والفرح العلي أحبابه صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا أحسنت بارك الله فيك أخونا المنشد أبو بكر عبد الله الحبر. شكرا جزيلا وسعيدين كنا بوجودكم معنا أكيد الشيخ حامد عبد الرحمن الحمدابي. ويعني تستمر هذه المساحات اللي بنحتفي فيها بأيام الله وبهذه الأيام المباركة والقيم والمعاني اللي يعني مفروض نقف عليها كمسلمين ومن خلالها بنقدر يعني نتصبر على المشوار في أعوام قادمة لحد ما نعود للاحتفاء بهذه الأيام من جديد.